مع العميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. مساك الله بالخير عميد عادل. مساك الله بالخير. هلا أخي محمد. شو الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك الغالي ومشتاقين. الله يسلمك ولصوت البرنامج. يسلمك المشاهدين حقيقة ما توانا لحظة في التواصل ويعني مثل ما بندقش معاه في كل الامور تعلق في التعليم ان الحقيقه انه يكون معنا وان يكون هم صدى صوتنا في كل الخطوات اللي يكون فيها لان هم امانه عيوننا اللي نبصر فيها وهم اللي يحققون امانه يعني الامن اللي الحمد لله احنا نشده واللي يسمح لاي مواطن. صحيح. عميد عادل، النقطة الأولى، حصل اجتماع مع وكيل وزارة الداخلية مع كل وكيل وزارة الشؤون وكيل وزارة الأوقاف ومدير عام بلدية الكويت ومدير عام القوى العاملة ومدير الإدارة العامة للإطفاء حق رمضان. شنو نتيجة هذا الاجتماع والرؤية؟ بداية أكرر الترحيب بك أخي محمد وتحياتي حق أخوان المشاهدين وسعيد أن أتواصل معهم. النقطة الأولى ما نفتح موضوع اللي هو الاجتماع اللي حصل اليوم في مبنى وزارة الداخلية مبنى نواف الأحمد وترأس هذا الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان سعد. أنت عارف في قبل يومين كان هناك اجتماع لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالص بحضور وكيل الوزارة وكبار القيادات الأمنية في الوزارة. تم استعراض رؤية وزارة الداخلية أبو محمد لسنة 2016 و2017 حلو تتخللها كل الاعتبارات كرؤية مستقبلية بدءا من يعني روحانية شهر رمضان المبارك وثم مرورا بشهر محرم والإحسانيات وبيوت العزاء وأيضا الجوانب اللي هي التسخين السياسي اللي قد يكون في الفترة المقبلة اللي هي فترة الانتخابات والاستعدادات والتسليم وغيرها من هذه الأمور. فإن داخلين على الكثير من المسؤوليات والواجبات تستدعي أن نضع رؤية واضحة أخوي محمد. هذه الرؤية تكون استراتيجية محددة المعالي بتكون في وزارة الداخلية. معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالص صباح بعد ما اطلع على كل ملامح هذه الخطة بارك في كل تفاصيلها وجزئياتها والاستعدادات اللي قامت فيها نبه إلى جزئية مهمة جدا وقال بأن هذه الخطة لا يمكن أن تعتمد إلا بتعاون جهات ذات الصلة معنا لأن هذه الجهات اللي أنت ذكرتها من غير تعاونها ما نقدر أي حال من الأحوال أن نحقق النجاح اللي يطمح له المواطن والمقيم واللي يشده واللي يبي أن يتحقق على أرض الواقع. من ضمنها طبعا اللي هي الجهات اللي ذكرتها سواء الصحة عندي قضية الملكية البلدية تتكلم عن الشؤون تتكلم عن القوى العاملة تتكلم عن الإطفاء تتكلم عن الأوقاف. هذه كلها جهات هي معنية بتنفيذ هذه الخطة بشكل عام. أنا حتى لا أطيل عليك في هذه السلسلة الآن برمجنا أو توجهنا اللي هي توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالص صباح على أرض الواقع من خلال تحقيقه على العمل الإداري. الاجتماع اليوم لرئيس وكيل وزارة الداخلية مع الجهات هذه ركزنا على عدة نقاط. تسمح لي أن أستعرض هذه النقاط حتى المواطن يكون على بينة فيها. تفضل. النقطة الأولى داخلين على شهر رمضان. بدأنا شهرين على شهر رمضان معناته في هناك خيم رمضانية راح تكون مرصدة في المساجد. هذه الخيم راح يتم المصلين. في ناس الحقيقة يعني ضمان براحتهم وسلامتهم والخوف عليهم. ارتئينا بأن هذا العام أن بالتنسيق مع وزارة الأوقاف أن تمنع هذه الخيام. ليش؟ حفاظا على أن ما فيها تجي المواصفات متعلقة لا بالأمن ولا بالسلامة وفي هناك أيضا خطورة على ممتلكات الأرواح في هذه الناحية. وتفهموا الحقيقة هذه الأوقاف توجه وزارة الداخلية وبإذن الله في هذا الأمر راح يكون مقتصر على داخل المساجد. هذا جانب. تكلمنا عن التسوق الكظاهرة ازداد بشكل ملحوظ في شهر رمضان. وأيضا أنت عارف يعني في هناك بعض الجزئيات ازداد عملية استخدامها في الفترة الحالية نتيجة يعني استغلال الروحانية في هذا الشهر بجانب الدخول. وضعنا عدة اعتبارات اللي يربطه راح على طول مجاهد شرفه نبعده. وفوق هذا كله خذ حمد اللي يربطه راح نفصح عن كل بياناته. بمعنى الشركة اللي استخدمته إذا كان جاي في نفس جانب. إذا كان في عائلة راح نقول من اللي جابه ومن اللي استخدمه وليش جابه بهذه الطريقة. وراح يعني نتناول إعلامية حتى الناس كلها تعرف من هي هذه الشخصية اللي هي جابت مثل هذه النوعية من العمالة واللي ما استغلوا روحي هذا الشهر. إذا كان من فئة غير الفئة اللي هو أقصد المقيمين بصورة غير قانونية راح نسجل عليه قيد. وبالتالي إنه يكون يعني سكرنا هذا جانب. وتم أيضا الاتفاق ما بين أعضاء اللجنة أن حتى التبرع النقدي داخل المساجد أو خارجها راح يكون ممنوع إلا عن طريق اللجان والجمعيات الخيرية.
تكلمنا عن النقطة هذه. النقطة الثانية خذ ماي خالص، أنا لا خذ راحتك، تكلمت عني ولا لا؟ خذ راحتك، خذ راحتك لك وقت. الله يسلمك. الجانب الثاني تعرف تقريبا على شهر محرم، وأيضا بيت العزاء والعزيميات، في هناك الكثير من الأئمة والخطباء اللي أميون اللي أعطى دروس، فهذه الحقيقة كل المسميات اللي راح تجي راح تقرأ للترقيق والدراسة من قبل وزارة الداخلية، ولا يمكن أعطاء هذا الموافقة كتأشيرة الدخول إلا بعد الاستعلام عن أهمية لكل النواحي من هذا. ممتاز. نتكلم أيضا عن الانتخابات، نتكلم عن دور البلدية في تحديد مواقع، يعني مثل ما صار في المخيمات، المخيمات مو في هالسنة صار في تنظيم في مواقع معينة صارت موجودة على المخيمات. أنا نتكلم عن الانتخابات، لكل دائرة راح يكون لها موقع محدد توضع فيها المقارب الانتخاب ضمنها صالات الأفراح أو مراكز التنمية. فالدائرة الأولى يكون لها موقع معين، الدائرة الثانية موقع معين، والثالثة والرابعة والخامسة وهلم جرى. وبالتالي حتى يكون هناك كنترول من قبل البلدية والأطفاء والداخلية والشهود وكل الجهات، تكون عندها كنترول واضح مركز، تعرف أن تعطي خدماتها وجهودها تكون واضحة وملموسة وتقدر تتعامل مع أي مطيات على قرار. إضافة عليها أن تم تشكيل فريق عمل يعتبر فريق عمل إعلامي وأمني من الجهات هذه كلها تترأسها وزارة الداخلية للتعامل الإعلامي مع أي ظاهرة أو مشكلة لا سمح الله أو حدث معين، فبالتالي يكون هناك توحيد الخطاب الإعلامي في التصريح لوسائل الإعلام بحيث أنه يكون كلنا في صورة واحدة واضحة تكون موجهة للجمهور، وبالتالي المعلومة فيها شفافية ووضوح. ممتاز ممتاز. هذه الحقيقة يعني تقريبا لمحة سريعة عن ما تم في اجتماع هذا اليوم. خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى راح يكون هناك مواصلة في الجهد الإعلامي والجهد الأمني، والمواطن والمقيم أكيد راح يكون هو لب الموضوع في ضلاعة في كل الاستجدار في هذه الجوانب، ورؤية وزارة الداخلية اللي اعتمدها مع نائب رئيس مجلس وزير الداخلية واللي باشرنا بتنفيذها على أرض الواقع ما شاء الله. عميد عادل، أمس عرضنا تقرير عن وانيت يقحص، وبصراحة نعم. كان بصورة يعني فيها جرأة غريبة عجيبة، وكان أحد سيارة رجال المباحث تحاول أنها تقبض عليه. صار شيء على الموضوع هذا وتعرفتوا عليه؟ أنا بداية لو أقول لك عن تفاصيل هذا الموضوع يمكن تستغرب، بس راح أقول لك يا أخي وأقول لك أخوانك المشاهدين، أتمنى الصورة تشوفونها. أنا قاعد أكلمك الآن من الخارج، مو جاية بجهاز السيارة اللي تم ضبطها، هذه السيارة اللي هي قامت بالاستعراض واللي أمس عرضتوها في يعني من خلال فقراتكم ومن خلال البرنامج. السيارة تنبطها الآن، هي محجوزة. ممتاز. ممتاز. النقطة اللي بنتكلم عنها الآن نقطة مهمة وجذرية في هذه الناحية. أخي محمد، تذكر اللقاء اللي تم ما بيني وبينك قبل فترة؟ إيه. وكان هناك أحد المستهترين كان يتحدى اللي هو عبد الله للهنة. صح. وقال أتمنى أن اللي هو عبد الله هذا يقدر يسيبني والأمور هذه كلها. صح. ترى هذا هو نفس الشخص. نفس الشخص. اللي قام بهذا العمل. إيه. لكن أوضح لك نقطة أكثر بعد. الاستهتار هذا اللي طلع اللي شفتوه أنتوا أمس، ترى هو مو صاير ترى قبل يوم يومين، ترى صاير في 18/4. إيه. في 18/4 في نفس اليوم، في نفس اليوم، لا ركز معي أخو محمد. إيه. في نفس اليوم اللي التصوير الثاني طلع من خلال برنامجكم اللي تحدث فيه عبد الله محمد، يعني قام بالاستهتار في هذا التقاطع وقام بالاستهتار في التقاطع الثاني. حلو. واضح معي؟ حلو. وبالتالي تم ضبطه على المخالف الثاني، لكن هو قام بالمخالفه الاولى هذه اللي ما طلع تصويرها الا يوم. فبالتالي الحدثين اللي صاروا اللي كنا تكلمنا عنه قبل شهر واللي تكلمنا عنه اليوم كلهم صاروا في نفس اليوم. واللي صار في الناحيه اللي الان الصوره اللي قاعد تشوفها الان اللي واقعه قام بالاستهتار ترى قبل يومين في مخالفه ما نشرت عبر وسائل الاعلام. تم ضبطها وتم تحريضه، الان هو محجوز والان هو على ذمه المحكمه المروريه وبانتظار الحكم العادل من قبل المحكمه. جد واضح بذل امانه اللي هو فهد شوية مساعد مدير عام اداره عام المرور، وسرد العقيد يوسف الخده اللي هو مدير اداره العمليات واللي هو كان فعلا يعني المحك هو البدايه اللي قاموا في عمليه متابعه كل هذه الملفات وعمليه ضبطه في كل هذه. اتمنى انه وصلنا وصلت وصلت والان يعني الحادثه تبينت متى صار بالضبط وملابساته، الان هو محجوز والان هو في حكم المحكمه عبرنا كل المحيط. ومخالفاته وكل الثوب الاسود اللي هو مرتكبه والامور هذه كلها، فالقاضي هو السيد الموقف فيه طبعا التعامل مع مثل هذه. ممتاز. العميد عادل حشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا لك عميد عادل. شكرا شكرا لك.
ناخذ